السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية عباثنا لنعرفكم على واحد من أكبر المصانع في الشرق الجزائري، وخاصة أنه المصنع هذا يصنع مصافي نتاع الزيت للمركبات سيارات أو شاحنات، واللي هذا المنتوج هام جدا في المنظومة نتاع الاندستري اوتوموتيف، ما يسمى بالصناعة السيارات. إذن هذا المصنع اللي أخيرا حصل على كل المقاييس الدولية ولنورم، يعني مطابقة، يعني شهادات المطابقة لمنتوج نتاع هذا المصنع لإنتاج المصافي المركبات، مصافي الزيت المركبات. إذن نعرفكم بهذا المصنع الكبير في ولاية باتنا، ونخليكم تتابعوا هذا الفيديو بدون ما نطول عليكم، نخليكم تتابعوا كل تفاصيل هذا المصنع وهذا الاستثمار الضخم اللي بدأ يعني عملية التصدير إلى دول إفريقيا. إذن نخليكم تتابعوا الفيديو، والسلام عليكم. تنشط هذه الشركة التي تختص في صناعة مصافي السيارات ومختلف الآلات منذ أكثر من 30 سنة في المجال، منافسة كبيرة لاقتها طوال هذه المدة من المنتوج المستورد، لكن أصحابها لم يتركوا السوق لتصبح علامة رائدة في القطاع. كنا نعانيو ياسر خلاص من الامبورتاسيون نتاع لي برودوي هادو، باسكو هذوك التجار لو كان يجيبوا، والله ما يغيرني الحال، لو كان يجيبوا البرودوي دو كاليتي يشريو عليهم البرودوي دو تري موفيز كاليتي ويجيبوا لهنايا السوق نتاعنا حنايا، الناس ما يعرفوش، ما يعرفش الناس اللي يعرفوا ما يركبلكش المنتوج هذا، يركبوا غير يقولوا جيب لي الفلتر تاع الجزائر. ولكن درك الدولة عملت لهم شوية تاع الفرا الحمد لله، والله عطاونا كما يسميوه ام بوفي دوكسيجين، فهمت؟ رانا تنفسنا شويه السنه كي غلقوا علينا هذا الناس هذو، الحمد لله رانا درك رانا نحمد ربي ونتمنوا ان شاء الله يتمادوا في هذا القانون هذا. جوده المنتوج ادت الى زياده الطلب عليه في السوق الوطنيه مع تصدير شحنات نحو الخارج. الماده الاوليه هي كلش، لازم تكون مليحه. وحنايا لهنا كيف كيف نخدموا على لا كاليتي. سمعنا في الاونه الاخيره باللي كاينه اتفاقيه نتاع السوق الحره مع الدول الافريقيه، حنا درك رايحين نسيبليو لوسمو لي فوار، سواء هنا سواء في الدول الافريقيه. حنا خدمنا بكري، خدمنا مع السنغال، خدمنا مع الكابون، وخدمنا مع العراق، وخدمنا مع موريتانيا، ودرك بغينا نعاودوا نرجعوا للسوق. ومع قرار الدولة القاضي بحماية المنتوج الوطني ورفع كل العراقيل التي تواجه الصناعيين الحقيقيين، توسع نشاط هذه الشركة لأنواع أخرى من المصافي. توسيع عندنا مشروع جديد إن شاء الله ناويين باش نوسعوا ونزيدوا نخدموا دوطر ريفيرونس في الاستثمار الجديد اللي راهو في المنطقة الصناعية الجديدة اللي هي في منطقة جرمة. البرودوي نتاعنا التنافسي ما فيهش، الاسعار نتاعنا مدروسه، لان قدرنا نسيطروا على واسمو على الانتاج تاعنا بالخبره نتاع العمال اللي عندنا وبالافكار اللي رانا نخدموا بها، قدرنا وعندنا استثمار، عندنا ديزانفيستيسمون جايين جدد باش نزيدوا نوسعوا شويه لاكام. تطمح كذلك هذه الشركة للظفر بصفقات للمناولة الصناعية والمساهمة في زيادة نسبة الإدماج في تصنيع السيارات بالجزائر مستقبلا. احنا رانا نخدموا مع لا بريمير مونت لايسون في من سنة 1991 إلى حد الآن يشريوا علينا بياما اللي تخدم الماتيريال أغريكول، هذه نتاع تراكتورات نتاع عين سمارة، يقولوا عين سمارة هنا جات قسمطينة، إلى حد الآن كل عام يديروا بروغرام ويشريوا علينا لي فلتر، راهم يركبوا تراكتور، وكان تروح تشوف تراكتور سيفتا يخرج بلي فلتر تاعنا.
تركيبتاسون اكون يخرج بالاسم نتاعنا. المهم ماذا بينا في اسمه في هذا اللي راح يدخلوا في السوق نتاع الجزائر المصانع هذه الجديده، مازلنا نزيدوا نخدموا معها، علاش لا. في هذه الوحدة الإنتاجية ببتنا يتم تشكيل تلحيم وصناعة مختلف العربات والصهاريج الخاصة بالشاحنة والجرارات، أرقام مقبولة تسجلها في النشاط منذ سنوات طويلة. نخدم جميع أنواع المخطورات من بينهم الصهاريج واللي بلاطو واللي بان اللي بان أجريكول اللي بان ترافو بيبليك اللي بان سيريال لي كوكوتاسيمو لي بورت انجاو لا بورت شار لي سيترن لي سيترن او، يعني جميع انواع المخطورات المتواجده. الا هنا الشركه نتاعنا راهي توظف اكثر من 500 عامل في المجال هذا. الشركه نتاعنا راهي محصله على شهاده ايزو 9000 2015. رانا متواجدين في السوق الجزائرية من 2007 ومتواجدين في جميع أنحاء القطر الجزائري إن شاء الله بجميع أنواع المخطورات اللي رانا نصنعوها لهنا وعندنا بزومولوغاسيون تاعهم وكل شيء. مصدر المادة الأولية المخصصة للتشكيل والتصنيع جزء كبير منه محلي، أما عن أعداد العمال فتوظف هذه الشركة طاقة شابة من المنطقة. من ناحية العمال عندنا عمال محليين من منطقة دعنا، راهم فيهم جامعيين، فيهم دي تكنيسيان، فيهم ناس مؤهلين من التكوين المهني، لحامين وكل شيء. وعندنا كل مرة في السنة راه نجيبوا لهم أجانب باش يعاودوا يسيدوا يعلموهم حوايج جدد وكل شيء. فيما يخص المادة الأولية، رانا المادة الأولية الحديد وكل شيء إنتاج محلي صنع جزائري مصنوع في الحجار. حنا الآن رانا نستوردوا غير المواد الميكانيكية اللي ما نقدروش نصنعوهم لهنا، مازلنا ماناش نتحكموا في التصنيع نتاعهم. ونسبة الإدماج لهنا تاع المقطورات راهي تتجاوز 75% من نسبة الإدماج. تسعى هذه الوحدة الإنتاجية إلى توسيع نشاطها مع زيادة فرص الاستثمار بالولاية. التسهيلات اللي مدتها الدولة راهي الدعم في جميع المؤسسات الجزائرية اللي راهي تنتج واللي حابة باش تدخل تنتج، وراهي رفع جميع العراقيل على المؤسسات الإنتاجية والمؤسسات الصناعية. احنا الهدف نتاعنا باش النسبة تاع الإدماج تكون عالية. تتنوع بباتنا فرص واختصاصات الاستثمار الصناعي، مجالات عديدة دخلها الصناعيون بالولاية وحفزتها إجراءات الدولة، وما يحسب للمنتجين هناك مساهمتهم في تقليص أرقام البطالة بالولاية وتنويع مصادر الدخل وكذا التنمية المحلية.